ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن نوع مش مشهور من انواع الكلاب، وهو اليوريزر. اولا تاريخ النوع، بتنحدر سلالته من المانيا وبيرجع تاريخ السلاله لسنه 1960. ثانيا شكل النوع، شكله جميل، بتكون فروته كثيفه وديله كثيف، الوانه متعدده ودانه بتكون مدببه، بيتميز بشكل اليف. ارتفاع النوع بيتراوح من 48 ل 60 سنتي، ووزنه بيتراوح من 18 ل 32 كيلو جرام. ثالثا استخدامات النوع، من انواع الكلاب الالمانية اللي تم تهجينها خصوصا انها تكون كلب اسرة اليف اكتر منها كلب حراسة، كمان بيتم استخدامه في عروض الشو للكلاب. رابعا سلوك النوع، كلب ذكي جدا، بيحب اللعب ونشاطه عالي، وفي جدا لصاحبه وعيلته، منتبه طول الوقت وسريع التعلم. خامسا رأي الشخص، بالرغم ان النوع ده مش شرس، ولكنه حذر جدا تجاه الغرباء ومنتبه طول الوقت، ولذلك بيعتبر كلب تنبيه ممتاز، مجهوده عالي، وعشان كده لازم تمرين وجري كتير. مش من الانواع اللي بتحب تبقى بعيدة عن صاحبها لانه بيتعلق بالناس جدا. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.